بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحديث حول المعرفة التي أسست على التوحيد وحضارة الإسلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها وأما حضارة الشرك حضارة الإبليس حضارة الشهوات اللامسؤولية الديزاير unlimited desire الشهوات بلا حدود فهي كهذا الفرع من الشجر ملقى على الأرض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أصلها اجتثت من فوق الأرض ليس لها قرار هذه المعلومات أو المعرفة الشركية تنفعنا كمسلمين ماذا نفعل؟ نفعل كالجراحين نأخذ هذا الوريد الذي له صمام نقلبه ونستعمله في أصل هذه الشجرة شجرة التوحيد فتنمو المعرفة من جديد على أصل من لا إله إلا الله أو ما يدعى بأسلمة المعرفة أو أسلمة الحضارة العلوم الحضارية الموجودة أو منظار القرآن إلى الكون كما هو الحال في كثير من المقالات التي دونتها في مدونتي منظار القرآن إلى الكون كيف نستعمل الحضارة الغربية وما أنتجته ونقلب هذا الشريان ونضخه في شجرة التوحيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.